Bon, salam alaikum khouti, j'espère que vous allez bien. Désolée à la tatouila des tawilta parce que j'étais malade ou ma qadatch nkhdem adawa nlhaqt ou mach ndir partie li qdrt عليه ou inchallah après 5 jours inchallah nkon kemmelt la partie deuxième. Bon, اليوم واش غادي نديرو لي تيسو بريمير. المره اللي فاتت هضرنا على لي ميريستيم بريمير واللي هما الاصل واللي هما المنبع نتاع كاع لي تيسو بريمير اللي كاينين في لا بلانت. دونك نبداو بسم الله. اول حاجه التيسو بريمير مجموعه عباره عن تيسو فورماتور اللي هو الاصل نتاعهم ولا اللي هو اللي ينشئهم لينا. دونك نسميوه لو ميريستيم بريمير ولا لو تيسو فورماتور. داكوغ, من بعد يجي عندنا لي تيسو فوندامونتو. بدينا بهم علاش؟ خاطرش هما لي بلو سامبل, يعني هما سون دي تيسو سامبل. ومن بعد نشوفوا واش معناها ان تيسو سامبل. دونك عندنا دو تيب, عندنا ان تيسو دو رومبليساج اللي هو لو بارونشيم, وعندنا التيسو دو سوتيان ولا التيسو سكيلاتيك اللي هو لو كولونشيم, يعني ان تيسو وحده كولونشيم. وعندنا السكليرونشيم ثاني راهو داخل في التيسو دو سوتيان ولا سكيلاتيك. علاش سكيلاتيك؟ لخاطرش الشكل, يعني لي سيلول هما يعطوا لا فورم والسكيلات نتاع لا بلانت. دونك من بعد نروحوا لتيسو كومبلكس. اللي واش معناها تيسو كومبلكس؟ معناتها يتكون من عده انواع من الخلايا. داكوغ, وتيسو سامبل معناتها يتكون من نوع واحد من الخلايا. دونك تيسو دو روفيتمون ولا نسميوه تيسو بروتيكتور, اللي هو عباره عن ايبيديرم بلس لي ستوما بلس لي بوال ايبيديرميك. وعندنا تيسو واحد اخر كومبلكس اللي هو تيسو دو كوندكسيون ولا نسميوه تيسو كوندكتور. إل اكزيست دو تيب دو تيسو كوندكتور. علاش؟ لاخاطش عندنا دو تيب دو لا سيف. عندنا لا سيف بروت ولا سيف الابوري, ستادير عندنا لوكزيلام ولو فلويم. دونك عندنا حاجه واحده اخرى, لو تيسو سيكريتور ولا دو سيكريسيون. دونك هو عندنا لي سيلول, نلقاو فيه لي سيلول سيكريتريس, نلقاو فيه لي لاكون, نلقاو لي كانو سيكريتور, ونلقاو لي تيب الاتكس. دونك ندو واحد لا غوماك بلي اول حاجه لي تيسو بريمير سميناهم تيسو بريمير على خاطرش راهم الاصل نتاعهم سي لو ميريستيم بريمير, ديجا قلناها. وسميناهم هكا علاش؟ لخاطر باش نفرقوا ما بينهم ما بين لي تيسو سيكوندير اللي المنبع ولا الاصل نتاعهم سي لي ميريستيم سيكوندير. وهاد لي ميريستيم سيكوندير يظهروا بعد ظهور لي تيسو بريمير عند لي ديكوتيليدون. اما لي مونو كوتيليدون فعندهم برك لي تيسو بريمير, اما لي ديكوتيليدون فهما اللي عندهم لي تيسو سيكوندير وهما اللي عندهم لو كومبيوم. دونك لو كومبيوم ما نلقاوهش عند لي تيسو ولا عند لي مونو كوتيليدون. علاش؟ لخاطرش راهم يعني عندهم برك لي تيسو بريمير. داكوغ, دونك نبداو بلي تيسو فوندامونتو. اول حاجه ندوها عليهم هو لو رول تاعهم. دونك الرول الاول سي لو رومبليساج, معناتها رومبليسون توت لي سباس كي نو سوم با اوكيبي بار لي زوتر تيب دو تيسو. سما يعمرونا كاع المساحات اللي مش مشغوله مش شاغره بانواع اخرى من الخلايا. دونك هذا اللي يديره لو بارونشيم بيان سور. عندنا رول واحد اخر هو ميز ان ريزيرف دو نوتريمون. دونك عندنا على بالنا بلي لو كسموه لو بارونشيم يدير ولا il accumule des réserves. دونك عندنا soutien de la plante, عندنا la photosynthèse, وعندنا aussi c'est la sécrétion de substances soit يكونوا attractive تما تجذب surtout على جال la fécondation الى ذلك, وعندنا ثاني يقدر يكونوا de défense. داكوغ, دونك لا رومارك اللي ندوها بلي لي تيسو فوندامونتو سون دي تيسو سامبل. واش معناها ان تيسو سامبل؟ C'est un tissu qui contient qu'un seul type de cellules. ما فيه نوع واحد من الخلايا. دونك هنا معناتها بدل ما احنا قلنا عندنا 3 تيب دي تيسو فوندامونتو, معناتها عندنا لو تيسو بارونشيم يتكون اونيكمون من لي سيلول ولا اسامبلاج دي سيلول بارونشيماتوز. عندنا لو تيسو كولونشيم يتكون من لي سيلول كولونشيماتوز. عندنا لو سكليرونشيم تيسو هذا ثاني يتكون فقط من لي سيلول سكليرونشيماتوز. دونك عندنا نبداو بلو بارونشيم. واش هو لو بارونشيم؟ اول حاجه راهو لو تيسو سي ان تيسو بريمير وراهو لو بلو ابوندون. علاش؟ لخاطرش اي بلاصه ماهيش شاغره راه يشغلها هو. دونك راهو رومبليسي تو لي سباس كي سون با اوكيبي. دونك على بها يكون هو لو بلو ابوندون دو لا بلانت, و بيسكو عنده واحد الفونكسيونمون تري امبورطون بعد نشوفوه. دونك عندنا لي كاركتير سيتولوجيك نتاعها, ثم المميزات الخلويه نتاع الخلايا اللي يكونوا لنا لي تيسو بارونشيم. داكوغ, عندنا اول حاجه لي سيلول لا فور راهم دي سيلول فيفونت, نسيت نحطها هنايا. لي سيلول راهم فيفونت. عندنا لا فورم تاع لي سيلول يكونوا توجور جلوبولير, الشكل تاعهم جلوبولير. دونك عندنا لي سيلول بو ديفيرونسي, وهذا الشيء اللي يخلي عنده واحد لاكاب.
Bon, نبدأ بأول تيسو من لي تيسو فوندامونتو اللي هو لو بارونشيم. دونك هو لو تيسو لو بلو اباندون كيما قلنا، وعلاش راهو اباندون؟ بيسكو راه اي رومبليسي توت لي اسباس كي سون با اوكيبي بار لي زوتر تيب دو تيسو، على بها راهو اباندون. دونك اول حاجه لي كاركتير سيتولوجيك، دونك مميزات الخلويه تاع اون سيلول بارونشيماتوز ولا نتاع كاع لو تيسو. D'accord. Donc, première chose, rahm des cellules vivantes, comme on l'a dit. Deuxième chose, la forme des cellules, raha, ykounou des cellules globulaires. Donc, rahm des cellules peu différenciées. On bad nafwa lesh ykounou peu différenciées, puisque had chi yatihom wahed el khassiya, wahed la fonction dirouha, met el gach and les autres types de tissus fondamentaux la l'okhrin. Donc, ou les tissus primaires. Donc, عندنا les cellules peuvent être jointives, mais يعني les cellules كاين واحد لي فواحد لي زون يكونوا فيهم جوينتيف، يعني كاين ما بين سيلول وسيلول كاين جونكسيون، مي ال بريزونت دي ديكولمون، كاين واحد سورتو في الزوايا ال بريزونت دي ديكولمون. دونك هاد لي ديكولمون نسميوهم دي ميا، ولا كاين دي اسباس امبورطون نسميوه بارونشيم لاكونو. دونك نشوفو نورمالمون حطيت لكم فوتو. دونك البارو بريمير مانس وفليكسيبل، دونك كيكون مانس يعني علاش مانس؟ بيسكو ما كاينش لو باروا سيكوندير. دونك نلقاو لو باروا سبيكتو سيلولوزيك نتاعها راهو مانس، لاخاطش لابسونس نتاع لو باروا سيكوندير، وعلى بها يعني وما كانش لو لينين. دونك ما يكون فليكسيبل، يكون هكاك مرن، اما لو لينين يعطيها لا ريجيديتي. دونك ما كانش لو لينين، سي بور سا يكون مانس يكون فليكسيبل. فليكسيبل معناتها مرن. دونك لا رومارك اللي ندوها يعني اون جينيرال في الكا نورمال، دونك نشوفو من دو لانتيريور فيغ ليكستيريور باللي واش كاين. دونك نلقاو اول حاجه عندنا سي لو هنا لا ممبران بلازميك، لقاوها اون كونتاكت ديريكت مع لو باروا سيكوندير، ها هو. ومن بعد عندنا هذا اللي بالغوص راهو لو باروا بريمير، ولا لامال مويان ها هي اللي راهي بلو جون. دونك هذه باش نلقاو برك في راسكم كيفاش داير لو شيما نتاع لو باروا بيكتو سيلولوزيك. وحنا كي قلنا باللي راه ما كانش لو باروا سيكوندير، دونك هاد لا بارتي فير اللي راه هنا ما كايناش عندنا، سي بور سا يجي مانس، ويجي بروحها لو باروا بريمير هذا اللي عندها يجي ديجا مانس. اي دركا كي يكون رقيق بزاف وضعيف وهشيش هكا يولي فليكسيبل، دونك يولي مرن، ماهش كيما كيكون فيه بزاف لي طبقات، دونك يكون خشين شويه. دروك نروحو لي فونكسيون. دونك الفونكسيون نتاع لو بارونشيم، اول حاجه il participe aux fonctions du nutriment. دونك راهم بزوز راهم يلعبوا وهرسوا لي راسي. participer aux fonctions du nutrition علاش؟ لخاطرش راهو accumuler des réserves. d'accord. دونك il effectue la plupart des fonctions métaboliques، معناتها يدير la synthèse ou la photosynthèse، la synthèse نتاع دي différentes substances، hein, pouvant accumuler des réserves. دونك يشد يعني يدير ستوك نتاع لي ريزيرف. لاميدون سو فورم دو اميلوبلاست، جينيرالمون يعني يكون يعني لاميدون في وسط لاميلوبلاست. واش هي لاميلوبلاست؟ سي تان فيزيك، ها هما اللي كشوهم بالغوز هنايا الكولور تاعهم شويه جاي هكا، هادو اللي نسميهم لي اميلوبلاست. دونك لي اميلوبلاست راهم دي فيزيكول كونتونون دو لاميدون، نلقاو فيهم يعني النشا، نلقاو في لي سيلول بارونشيماتوز نتاع ان غاسين. D'accord. Donc عندنا le rôle l'autre اللي عندهم pouvant se transformer en autre type de cellules، ما تحول نوع اخر من لي سيلول dans certaines conditions. Donc il sera واحد لي كونديسيون par exemple كيما la blessure اللي تخلي هذا لو بارونشيم تصرا له واحد لا ديديفيرونسياسيون، باسكو هو راهو بو ديفيرونسي، على بها يقدر يولي يرجع ليطا ميريستيماتيك نتاعها، تصرا لا ديديفيرونسياسيون. بعد واش يعطينا؟ يعطينا يعطينا ميريستيم سيكوندير، هذاك الميريستيم سيكوندير تصرا لا ديفيرونسياسيون اونكور اون فوا، ومن بعد واش يدير؟ يتحول لنا التيسو اللي راه باغي يعوضه، تسمى اللي ماهوش اللي مثلا اندوماجي ولا اللي تبليسي لنا وما الى ذلك. Donc le parenchyme présente des spécialisations. Donc on a quatre types de parenchyme. On a le parenchyme chlorophyllien. Donc situé dans les régions externes, ou bien sûr, elle est dans les régions externes, je suis en contact avec la lumière, puisque le parenchyme chlorophyllien, je suis en contact avec les chloroplastes. Quand on fait les chloroplastes, on a le contact avec la lumière pour donner la photosynthèse. D'accord. Donc, nous avons les régions externes de la tige ou de la feuille, ou sont responsables à la photosynthèse parce que fait bien sûr les chloroplastes. عندنا لو بارونشيم دو ريزيرف، علاش سمينا دو ريزيرف؟ لاخاطش بيان سور في وسطها كاين لي ريزيرف، دونك اكيمول دي سوبستان انرجيتيك
Donc, comme nous l'avons dit, le parenchyme est une réserve, donc il accumule des substances énergétiques. Les hommes ont l'amidon, les hommes ont niche dans les plastes, yani dans les amyloplastes, plastes de la vésicule. Donc, nous avons les os, les osides, nous avons les protéines, dans les vacuoles, ou nous avons les lipides, dans la cytoplasme. D'accord? Le parenchyme aquifère constitué des cellules volumineuses. Donc les cellules iconos, le hajm taahom kbir, pourvues d'une vacuole très développée. Donc le hajm taahom, l'aslan, yani jay men lanno la vacuole taahom développée bzaf ou kbira. Nelgawa f les tiges bzaf ou nelgawa f les feuilles nta les plantes grâce au constituant une réserve de l'eau. Donc il confie le ma, yani houa f les vacuoles taa ikon ma'mrin bil ma. Donc la réserve li اللي هو في قلبهم سي الماء. عندنا لو بارونشيم ايريفير دونك لا فاريتي دو تيسو لاكونو دونك ايريفير نلقاو فيه لي لاكون بزاف هاد لي لاكون دونك في وسطهم لير داكور دونك نلقاو عند لي بلانت اكواتيك هنا نشوفوا لي فوتو نتاعها دونك هنا هذا كي تشوفوه سي هذا بارونشيم كلوروفيليا دونك علاش لا كولور تاع نتاع رانا نشوفوها فير دونك علاش لخاطرش عنده لي كلوروبلاست داكور والشكل نتاعهم يكونش برك كيما هكا دونك هنا راكم تشوفوهم جوان تيب ولا ميا راهم قليل ماهمش باينين بزاف مي كاينين اللي عندهم لي ميا نتاعهم باينين وكاين لقاو كلوروفينيا وفيه دي لاكون دونك نشوفو من بعد لي لاكون هذوك كي داير شكلهم عندنا هنا هذا سي بارونشيم دو ريزيرف عندنا نجو كي نجو لهنا هو لو بارونشيم دونك عندنا ها بارونشيم كلوروفينيا لي سيلول راهم جوانتيف بزاف واللي ميا ما كانش بزاف مي هنا رانا نشوفو بلي راهم جوانتيف صح بصح ها هو لي ميا كاينه وهذا لاكون بيسكو هي لاكون هنا هاي تشوفو لاكون كاينه داكور دونك ها بارونشيم هذا وهذا ثاني راهو ان بارونشيم وعلاش فرزناه بيسكو لا كولور تاعها راهي فير وعلى خاطرش فيه لي كلوروبلاست كيما قلنا وها هو فوطو واحده اخرى ثاني تبين هذا الشيء يعني كوب ترانسفيرسال ولا لونجيتودينال نورمال عندنا هنا كنشوفوا بلي شحال المساحه كبيره اللي شغلها ها قداش كاع هاد البصره هي بارونشيم كاع راهي رومبليسيها واش ثاني دونك نروحوا بور ان فيجيتال لي تيسو دو سوتيان سون كومبوزي دو كولونشيم وسكليونشيم دونك هضرنا قبيله على لو تيسو دو رومبليساج شكون هو دونك جينا لي تيسو دو سوتيان واللي هما لو كولونشيم والسكليونشيم داكور هما في زوجهم دو تيسو بريمير دونك نروحوا بعد ما كملنا من لو بارونشيم نروحوا لو كولونشيم دونك لو كولونشيم سي ان تيسو بريمير constitué des cellules vivantes à paroi pectocellulosique épaisse donc le paroi loula ونا le paroi pectocellulosique نتاعها راهو mince اما هذا c'est le colonchyme le paroi pectocellulosique تاعها راهو épaisse donc les cellules sont étroitement accolées donc les cellules راهم jointives d'accord le colonchyme occupe généralement des positions externes نلقاوها في les positions externes Donc les caractères cytologiques, donc أول حاجة les cellules iconos vivantes, donc le paroi primaire icône épaisse et résistant, donc épaisse surtout dans les coins internes, les sémiques bzaf, d'accord? Donc élastique et peu rigide, donc ماهوش rigide mais peu rigide, c'est ma في واحد نوع من المرونة لكنها اكبر من المرونه اكبر من المرونه اللي كاينه في اقل من المرونه عفوا اللي كاينه في البارونشيم بارونشيم راهو فليكسيبل اما هذا راهو سوبل سوبل يعني مرونه لكنها اقل من المرونه نتاع الاخر علاش لخاطرش راهو ميم راهو ريجيد وفيه الاليلاستيك داكور دونك عندنا لي سيلول فيفون راهم الونجي يعني طوال فورمون دي فيبر يديروا لنا واحد لي فيبر يا ربي واش هو الالياف دونك الانفيرون دو 2 ملم في الطول نتاعهم داكور وما كانش لو باروا سيكوندير دونك با دو لينين لا لينين هي الماده اللي تعطي لا ريجيديتي دونك لا ريجيديتي ما كاينش لو لينين دونك ما كاينش لا ريجيديتي مي راهو بو ريجيد ماهوش كيما الاخر اللي راهو فليكسيبل هذا راهو بو ريجيد mais elle a donc paroi souple où les cellules peuvent s'allonger donc à mi-toile elle a bien la rame d'arnée squelettique donc la rame squelette tout le terre les fonctions terre soutiennent les parties en croissance comme les jeunes tiges ou une telle effet donc les parties de la rame les jeunes tiges ou là les jeunes feuilles désolé donc les parties de la rame fait tour nomo donc où est-ce qu'ils ont le himaya Donc le gawa fait par exemple les jeunes tiges donc elle est le bourgeon axillaire de chi ou les jeunes feuilles
Et on existe différents types de fonction de l'épaisseur. Yani, la sable, l'épaisseur, قسمناهم على 3 تيب نتاع لو كولونشيم. دونك ها هو الشكل نتاعه. هذا تيسو كولونشيم. دونك عندنا لو كولونشيم انغولير راهو موان ريزيستون اي نو بوسيد با دي مي على راهو موان ريزيستون دونك ليبيسور نتاعها راهي هي الاقل دونك ما فيش لي ميا دونك اي نو بوسيد با لي ميا. عندنا لو كولونشيم تانجونسييل دون ليكورس دو لا تيج دي زاربر اي لي لي بلو سوليد كو لو كولونشيم انغولير. علاش بلو سوليد؟ بيسكو ليبيسور نتاعها راهي اكثر دونك لا ريزيستانس نتاعها راه تزيد على حساب ليبيسور نتاع لو باروا داكور. Donc, adna ou le colonchyme annulaire à paroi épaisse, donc plus résistante, donc le paroi tarao vraiment épaisse, se trouve dans le, certaines tiges et pétioles. Donc, les tiges ou les pétioles, ou la ben la cour lifat ou chouma les pétioles, donc le cours de l'appareil végétatif. Donc, nous allons le sclérenchyme. Donc, sclérenchyme, on sait que nous les parenthèses, les canines, bilin se met en les fibres végétaux. Ou sclérenchyme. Donc, c'est un tissu primaire, c'est un ensemble de cellules mortes, yani kbira li dkarna le parenchyme ou colonchyme, bli rahom des cellules vivantes. Amma hada fa sont des cellules mortes. À paroi de linine, li fatou ga qulna ma andhomch le paroi secondaire ou ma andhomch le linine. Amma hada fa andou le linine ou hna nstanjou bli ykon épaisse. Donc le paroi ykon épaisse, علاش اجل ou ykon rigide. Ykon rigide ou épaisse. على خاطرش كاينه لو لينين داكور. Il se trouve généralement plus en profondeur que le colonchyme داكور. Donc on dit que la localisation, donc la localisation est située dans les parties aériennes, donc les parties qui sont en contact avec de l'air. Donc عندنا il apparaît dans les organes de la plante ou la croissance en longueur. Donc les organes les fihom la croissance en longueur tma wini dar lina le sclérenchyme. هذه من جهة لا لوكاليزاسيون. اما لي كاركتير سيتولوجيك فعندنا لي سيلول اول حاجه راهم في لا ماتوريتي نتاعهم دونك يكونوا دي سيلول فيفون مي في لا ماتوريتي ولا في الوقت اللي يولوا فيه يادوا الدور نتاعهم لازمهم يكونوا دي سيلول مورت. Donc, cellules généralement allongées, donc toiles, peuvent être très longues, donc il y a une toile bzef, quelques millimètres à plusieurs centimètres. Donc, il y a des fibres végétaux formant des fibres végétales. D'accord? Donc, tu vois que je vois les cellules, et je vois les fibres, donc je vois la photo. Donc, je vois la longueur de la toile. Ou mais moi à ma base on a des fibres végétaux d'accord. Donc paroi secondaire épaisse et rigide, donc à متواجد الاخرين اللي فاتوا ذكرناهم يعني le colonchyme ou le parenchyme ما عندهمش le paroi secondaire. اما هذا فعنده le paroi secondaire تاعه وراه épaisse rigide ou imprégné de lignine. Donc la rigidité نتاعها راهي جات من الوجود نتاع le lignine d'accord. عندنا يكون ثاني rigide ne peuvent pas croître. وهي ها ما شوفوا كي شغل المجموعه نتاع مع بعض هكا يشكلوا لنا كوم فيسو نتاع لي فيو. دونك الفونكسيون ولا لو رول تاعها اول حاجه وقتاش تولي تادي الدور نتاعها اللي توجدت على جاله حتى تموت الخليه. دونك كي تموت والباروا تاعها يولي يكتسب ديك لا ريجيديتي نتاعها دونك تما وين يشارك في لو سوتيان دو لا بلانت. دونك لي سيلول هادو واش يديروا يعني يديروا لو سوتيان تاع لي بارتي اللي في لا بلانت لي حبسوا لا كروسونس. دونك وصلوا للنيفو تيرمينال تاع لا كروسونس نتاعهم وكملوا دونك كي سون تيرميني لا كروسونس داكور. قلنا بلي نلقاوها في صح نلقاوها في البلايص اللي راهم فيهم لا كروسونس او لونغور بصح كي يكملوا لا كروسونس نتاعهم تما وين هو يجي يدير لهم لو سوتيان داكور. دونك يكونوا كملوا ديجا لو لا كروسونس. اما عند لو كولونشيم انا ندير شغل كومباريزون باش الفهم تثبت. دونك عند لو كولونشيم واش يصرى؟ دونك الدور نتاع لو كولونشيم هو يدير لو سوتيان بصح لوين يدير لو سوتيان لي بارتي اللي راهم اون كروسونس ما عاد راهم في طور النمو. اما هذا فاللي كملوا النمو نتاعهم هو اللي يجي يدير لهم لو سوتيان داكور. دونك نشوفوا الشكل نتاعه كي داير. دونك ها هو اكو شوفوا قداش لو باروا راهو ايباس وفارغ من الداخل. هنا ثاني هو يبان هنا بالغوز وها هما ثاني هنا ها هما تشوفوا لو باروا بلي يبان ايباس. هذوك هذا غير شيما رسم برك تلقاو بلي لو باغوا يكون ايباس ويكونوا فارغين لداخل بيسكو لا سيلول ساي ميتة ما عندها ني نوايو ني
دونك كما قلنا لي سيلول راهي تكون ميته وعلى بها يكون عندنا برك البارو هو الموجود وهو اللي يكون ريجيد وهو اللي يكون هكاك لداخل مهم فارغين راكم تشوفوهم. وعندنا يا ربي البشوز عندنا هنا باغ اكزومبل سكليرونشيم نتاع واش نتاع لي في داير لي فيبر في لو تيج نتاع لين. لين هو نتاع الكتان نبات الكتان اللي نجيبو منه بذور الكتان. دونك هذا ها هو لي فيبر اللي داير عنده ها هما كي تشوفوا قداش لي بيسور داش انه ديك لا لوميير اللي كانت داخل صغيره بزاف بصح بارابور ل كي سموه بارابور ل كي سموه يا ربي لو باروا ديزولي ليسونسيال. جيسبر كو تكونوا فهمتوني. اليوم درنا برك تروا تيب تاع لي تيسو اللي هما لي تيسو فوندامونتو ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نديروا لي تخوا لي تيسو اللي باقيين لينا اللي هما التيسو سكريتور و تيسو دو ريفيتمون اللي هو لي بيدر. وعندنا نديروا ثاني تيسو كونديكتور اللي هما دو تيب عندنا داكا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. خلوا لي في كومونتير اذا عندكم دي كيسيون ناقشوها مع بعض وثاني خلوا لي في كومونتير اذا تحبوا نحط لكم البي دي اف نتاع هاد لا بارتي وحتى المره الجايه نكمل الباقي. اما اذا تخلوا حتى المره الجايه ونحط لكم البي دي اف نتاعها نحط يعني نتاعهم كامل تاع تيسو بريمير كامل مع بعض. تهلاو في روحكم.